يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون متى متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على اكتافه آلاما ثقيلة أنا وأنت من جملة أسبابها الكوفة بانتظارك يا إمام وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور ولا صلاة إلا بطهور نحن نتوضا ونصلي ولكن من دون نظره عينيك فصلاتنا بلا طهور وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور يا نور الانوار يا سر الاسرار متى الاشراق من عقل مفتاق من قلب مشتاق ولسان تتدفق منه الاشواق سلام عليك سلام عليك سلام عليك وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه الحلقة الرابعة بعد الثلاثمائة ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم أعني مراجع النجف وكربلاء مراجع حوزة الطوسي ضحكوا علينا فيما مضى على اجيالنا السابقه ولا زالوا يضحكون علينا على اجيالنا اللاحقه ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكه لهم ولابنائهم واصهارهم واحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم و و و, و الخلاصة في أيامنا هذه بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد أخبرونا حتى أقرفونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد عن نضاله السلبي أيام الكفاح لكنهم نسوا أي يخبرون عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة لم يخبرونا عن جهله المضحك، عن ثقافته المبعثرة، وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد إنه, إنه مقرف مقزز هذا الحج, الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر كل ما عنده, عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق, عبادة ونفاق سياسة, سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا. كل ما عنده تجهم وجه وله كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق, عبادة ونفاق سياسة, سياسة وعقل مسخرة وما ذاك بمستغرب, بمستغرب فأسوته العليا شيخ, شيخ تحفة, تحفة أنتيكة, انتيكة من بقايا العصر, العصر الجليدي من, من شيوخ المقبرة, المقبرة من مراجع حوزة الطوسي النجل. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخره وما ذاك بمستغرب فاسوته العليا شيخ تحفه انتيكه من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبره إنها, إنها مقبرة, مقبرة العقول وحيث تعبد, تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول يحكم الجهل فيها عرضا وطول إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو, لا صوت يعلو فوق, فوق صوت, صوت المقبرة لا صوت, لا صوت يعلو, يعلو فوق صوت, صوت المقبرة, المقبرة مقبرة تون مقبرة تون مقبرة, تون مقبرة, تون مقبرة دينها ونحر حسين, حسين مناقض بالتمام, بالتمام والكمال, والكمال لدين حيدر إنه, إنه لمام من, من سفاهات النواصب وقذارة قطب وأشباهه وبعض الثرثرة هذا هو دينه إنه نمام من سفاهات النواصب وقذارة قطب وأشباهه وبعض الثرثرة لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبره إنها مقبرة العقول، وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود هكذا عبدناه مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجون وورثناها سفيهاً عن حمار عن جول رواية عالية الإسناد هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول وورثناها سفيهًا عن حمار عن جهول ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول واستمت بكل ما اوتوا دفاعًا عن ظالمي وقاتل البتول واستمتت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول ضيعونا ضيعونا وضاعوا ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا, ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا راي حصيف يا حمير الارض انا نشكو الى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة مقبرة مقبرة, مقبرة, مقبرة إنها مقبرة العقول الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجاة وإلى هذه اللحظة الفاتحة هذا هو الجزء الثامن من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والارجاء الحلقات الاولى تحت هذا العنوان كانت عارضه لنظريه هذا الموضوع ثم وصلت الى التطبيقات وتم الكلام في التطبيق الاول من تطبيقات واقعنا الشيعي البتري الفاسد الذي هو واقع اسسه مراجع حوزه النجف وكربلاء منذ سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره حين اسس الطوسي الحوزه المشؤومه الملعونه في النجف مر الكلام في التطبيق الاول ثم انتقلت الى التطبيق الثاني وهذه هي الحلقه الثانيه من التطبيق الثاني الذي عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الايرواني في الحلقه الماضيه حدثتكم عن حكايه مرجعيته وكيف ظهرت في أرض النجف في أيامنا هذه ثم بدأت موازنته بميزان بيعة الغدير مر الكلام لا أريد أن أعيده وتبين لنا من أن الرجل لا يفقه معنى بيعة الغدير في الكتاب الكريم اعتقد ان الصوره كانت واضحه وستتضح اكثر حينما نذهب الى النقد العملي والعلمي في نفس الوقت حينما نذهب الى النقد العملي لهذا المرجع الجديد لبيعه الغدير الكتاب الذي بين يدي إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة سبعمية وسبعة وستين انها الخطبه الغديريه خطبه رسول الله صلى الله عليه واله التي تشتمل على مواثيق وبنود بيعه الغدير من ابرز بنودها هذا البند انا لا اريد ان اقرا كل التفاصيل عليكم مر الحديث بنحو اجمالي عن مضمون بيعه الغدير بحسب ما جاء في الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده وكذلك ما جاء في الايه الثالثه بعد البسمله من السوره نفسها وعرجت بعد ذلك على الزياره الغديريه المرويه عن امامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وقرات ما قرات منها بخصوص مضمون بيعه الغدير الخطبه الغديريه وان تعددت نسخها لكنها تتفق على هذه الحقيقه من ان البند الاول من بنودها ان ناخذ التفسير من علي وال علي فقط هكذا بايعنا رسول الله معاشر الناس معاشر الناس هذا كلام محمد صلى الله عليه واله معاشر الناس تدبروا القران تدبروا القران وافهموا اياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله فوالله لا يوضح تفسيره الا الذي انا اخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم ان من كنت مولاه فهو مولاه من هو وهو علي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه واله هذا بند من بنود بيعه الغدير وانما اشير اليه لان البند هذا يمكنكم من خلاله ان تكتشفوا أن مراجع حوزة الطوسي ابتداء من الطوسي نفسه إذا ما رجعتم إلى تفسيره التبيان أن مراجع حوزة الطوسي أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء على الإطلاق من أولهم إلى آخرهم نقضوا هذا البند نقضوا هذا البند في مستوى التفسير نقضوا هذا البند في مستوى استنباط العقائد ففسروا القرآن حينما يستنبطون العقائد بحسب المنهج العمري وفي مستوى استنباط الأحكام والفتاوى وفي مستوى معارف أهل البيت وثقافتهم على جميع المستويات نقضوا بيعه الغدير هؤلاء هم المراجع الذين نبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هكذا وصفهم صاحب الزمان صلوات الله عليه في الرساله الاولى التي بعثها الى الشيخ المفيد. اعيد قراءه هذا البند الذي قرأته عليكم قبل قليل. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي. ومعلمكم ان من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي الكلام واضح نحن على هذا بايعنا رسول الله وعلى هذا بايعنا امير المؤمنين وعلى هذا بايعنا الحجة بن الحسن. وبعد ذلك رجعنا إلى الزهراء كي تصدق بيعتنا. بايعنا رسول الله. بايعنا أمير المؤمنين هذا هو الغدير الأول. وبايعنا الحجة بن الحسن هذا هو الغدير الثاني. ثم توجهنا إلى القيمة إلى قيمة الدين. وذلك دين القيمة الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة القيمة بحسب أحاديثهم فاطمة صلوات الله عليها توجهنا إلى قيمة الدين كي نصدق بيعتنا لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتها هكذا تتحدث زياراتها الشريفه سلام على فاطمه سلام على ابيها سلام على بعلها سلام على بنيها نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لابي عبد الله امامنا الصادق صلوات, صلوات الله, الله علي عليه ما معنى السلام على رسول الله. الله فقال ان الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم, ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها, فيها قال لا خصومه, خصومة فيها, فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه عنواننا هو عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والارجاء وهذا هو الجزء الثامن كما اخبرتكم قبل قليل سأعرض لكم جانبا من حديث المرجع الجديد محمد باقر الايرواني وهو يفسر سورة العصر في موعظته الأسبوعية لتلامذته الذين مثل ما وصفوهم من انهم في مستوى الدكتوراه حكي كلها خرطه هسه نشوف الخرط على اصوله هذه موعظه اسبوعيه لباقر الايرواني في يوم الأربعاء بعد درسه الخارج في بحث الأصول بتأريخ 18 ربيع الثاني 1443 24/11/2021 بالضبط في اليوم الثاني بعد تقديم قناة الحدث تقريرها عن مرجعيه الايرواني والذي عرضت عليكم مقطعا منه في حلقه يوم امس تقرير قناه الحدث كان في يوم الثلاثاء 23/11/2021 هذه الموعظه في اليوم الذي ياتي بعد ذلك اليوم مباشره اي بعد اعلان مرجعيته عبر قناه الحدث قطعا هو فتح البراني قبل اعلان الموضوع على قناه الحدث بتنسيق من محمد رضا السيستاني لكن الإعلان الإعلامي السعودي كان في يوم 23/11/2021، هذه الموعظة كانت في اليوم التالي 24/11/2021، أتمنى عليكم أن تدققوا جيدا في هذا الفيديو لأنه قد يكون طويلا بعض الشيء فلا مجال لاعادته فدققوا النظر في هذا الفيديو حيث ان الايرواني يفسر سوره العصر لا اريد ان اعلق على الطريقه السوقيه التي يتحدث بها وهو يفسر القرآن بطريقة سوقية، لا أريد أن أعلق على طريقته السوقية، أنا لا أعتقد أن صاحب الزمان ينصب نائباً يدرس طلاباً بمستوى الدكتوراه، هي هاي رادلها زيج زيج عراقي لا اعتقد ان صاحب الزمان ينصب نائبا يدرس طلابا بمستوى الدكتوراه وهو يهذي في تفسير القران بطريقه سوقيه رخيصه ساعود الى مضمون تفسيره لن اعلق على اسلوبه السوقي في تفسير القران وفي عرض المفاهيم الدينيه هذا القران كتاب البلاغه والفصاحه ومحمد وال محمد ائمه البلاغه والفصاحه الذي ينوب عنهم يفترض أن يكون على حظ ولو بنحو يسير من البلاغة والفصاحة الذي نشاهده في مراجع النجف وكربلاء خصوصا الذين يقال عنهم الأعلم اللي نشوفه حكي خرطي حكي خرطي بتمام معنى هذه الكلمه في الثقافه الشعبيه العراقيه. رجاء اعرضوا لنا الموعظه العظيمه لابو صادق. قال عز من قائل والعصر ان الانسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية الكريمة، السورة الكريمة. هذه السورة اللطيفة القصيرة في بدايتها تقول: والعصر قسم إن الإنسان كل انسان كل انسان الف لام استغراقيه لفي خسر يعني منذ ان يسقط من بطن امه هو يعيش الخساره ولماذا؟ ليش خساره؟ شلون؟ شلون خساره؟ ان الانسان كل يوم يمضي هو يعيش في خساره النكته واضحه لان العمر المقرر اليه يأخذ شيئا فشيئا بالتناقص والنقصان ويقترب من تلك الحفرة الضيقة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر وبهذا الاعتبار إذن الإنسان هو في خسارة دائما يعيش الخسارة لأن كل يوم يمضي وهاي قضية احنا ما ملتفتين ونقول متى يصير باكر متى يصير متى يصير باكر شنو قاعد تخسر هذه خسارة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلماته القصار يقول نفس المرء خطاه إلى أجله ما ألطفها من جملة نفس كل نفس جرة واحد هي خطوة يقترب بها إلمن إلى القبر وأتذكر لما كنا بالمدرسة ما أدري الابتدائية بالثانوية في المنتدى أنا كنت كله بالمنتدى منتدى النشطة المعلم المدرس مالتنا كان يقول دقات قلب المرء يا شاعر من شاعر من الشعراء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني فإذا عمرنا ليس الا عبارة عن هذه الدقائق والثواني ونحن دائما في كل يوم في كل لحظة في خسارة نخسر لا نربح ولا حالة توسط لا خسران ولا ربح، لا 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 حالة خسارة هذه قضية يجدر الالتفات إليها ثم استثنت الآية قالت والعصر إن الإنسان كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات المهم هذا المؤمن مثلكم بحمد الله عز وجل وعملوا الصالحات يكون يعمل الصالحات هذا بعد ما يعيش في خسارة لأن إذا يعمل الصالحات يقترب علما إلى الجنان والحور و و و هذا ليس في خسارة هذا في ربح ولكن ما هي الصالحات؟ الصالحات ما هي؟ حتى نتزود منها العمل الصالح كل عمل يؤتى به لوجه الله عز وجل، اذا الله كان هذا عمل صالح والا فلا احنا الان قاعد ندرس الحمد لله مو شيء بين اثنين تباحث الى اخره هذا عملنا صالح او غير صالح ان شاء الله الشيخ يقول صالح بما انه نوايانا كلنا ان شاء الله نوايانا هذه الله نريد نتعلم حتى حينئذ نخدم المؤمنين نوصل الاحكام الشرعيه للمؤمنين هدفنا هذا المعنى يعني بالتالي هدفنا الله عز وجل خدمة الإسلام والمسلمين لأجل الله عز وجل هذا جيد هذا عمل صالح أما إنسان يقضي, يقضي وقته ولكن الهدف ليس هو الله وإنما الهدف شيء آخر الشيء الآخر لك شغل به وما أكثر الأهداف ف آلة أخرى هذا الذي يدخل للجامعة مثلا إذا هدفه أنه يتخرج أو بالتالي يخدم المذهب إيه لله هذا عمل صالح أما إذا هدفه لا وظيفة أحصل وظيفة شهادة هي الشهادة بما هي شهادة مطلوبة لا تنتهي، لا ينتهي الامر الى الله عز وجل. فهذا ليس بعمل صالح. فتعالوا يا اخوتي واقول لنفسي اولا قبل ان اقول لغيري. تعالوا من الان، احنا سابقا كنا هم هذا عندنا بس الان تاكيد يصير. لنجعل كامل اعمالنا اول الصبح تطلع من البيت او جاي للدرس صمم خلي في قلبك انا ليش طالع وتارك والنوم النوم والاستراحه وي 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 حتى استفيد شيئا وبالتالي اخدم المذهب اصير في مكان محاضرات كتابة الف اخدم بالمهم المهم لله عز وجل هذه النية لابد من التأكيد عليها وملاحظتها ولكن هذا ليس بأمر سهل هذا باللسان سهل لكن في مقام التطبيق قد يكون أمرا صعبا لذلك الطريق الذي يمكن أن يسهل لنا ذلك شيئا الشيء الأول التصميم الصادق تصميم انت صمم صمم يا اخي على هذا المعنى وبل احنا بعض مرات اصلا بلا تصميم ادخلنا الحوزه وتعال انت شنو دخلت الحوزه؟ هذول اصدقائي داخلين الحوزه واشوفهم يدرسون وش. فتشي حلو اشوفه فتشي زين فشيء حلو فشيء زين هذا واحده من يفيد هذا لا يجعل العمل صالحا مع الأسف لا نزرق منذ البداية على هذا المعنى، ولا بد من تزريقه منذ البداية، هذا تصميم لابد أن يحصل، وإلى جنب التصميم الاستعانة بالله عز وجل، الطلب من الله عز وجل، هذه قضية مهمة من دون الاستعانه بالله ليس امر سهل ترى التصميم اجعل عملي لله عز وجل ليس بالامر السهل اطلب من الله عز وجل ذلك هذا المعين الهي بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اجعل اعمالنا ونوايانا وكل ما نقوم به من نشاط لوجهك الكريم إنك الجواد الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد, وآل محمد حياكم الله بارك الله بكم حياكم الله ربما أعجبكم الكلام وربما لم تجدوا فيه شيئا ملفتا للنظر وربما تتساءلون لماذا جئت بهذا الفيديو فما فيه من شيء سلبي اقول لكم لانكم لستم شيعه وانتم لازلتم محبوسين في مرحله التنزيل انها المرحله التي حكم عليها ائمتنا بان الذي يبقى فيها سيكون مرتدا من هنا حكم ائمتنا بارتداد الامه بعد رسول الله صلى الله عليه واله. لان الامه بسبب سقيفه بني ساعده وما جرى فيها بقيت حبيسه في مرحله التنزيل التي هي اقرب الى الجاهليه منها الى الدين. كانت مقدمه ومن هنا لا بد ان تعرفوا العقيده السليمه انا لا اريد ان احدثكم عن العقيده السليمه هنا لكنني اقول لكم قد فصلت القول فيها في مجموعه حلقات اعرف امامك من هذا البرنامج فعودوا اليها ان كنتم تبحثون عن العقيده السليمه وفقا لموازين بيعه الغدير فانتم لستم شيعه وانتم من قطان مرحله التنزيل وانتم من اعداء علي حتى وان كنتم تحبونه في قلوبكم النبي الاعظم قال لامير المؤمنين ستقاتلهم على التاويل التاويل مرحله هي مرحله ما بعد بيعه الغدير الدين انتقل من التنزيل الى التاويل مرحله التاويل نسخت مرحله التنزيل انتم اخاطبكم جميعا انتم في مرحله التنزيل في مرحله الارتداد التي حكم عليها ائمتنا بان الذين بقوا في تلك المرحله فهم مرتدون ارتدت الامه الا ثلاثه هؤلاء الثلاثه الذين انتقلوا الى مرحله التاويل بدايه الانتقال كانت في بيعه الغدير حتى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في صفه الحوض في باب صفه الحوض الاحاديث عندهم تتحدث عن ان الصحابه بعد رسول الله رجعوا القهقره القهقره الى اين رجعوا القهقره الى مرحله التنزيل بعد ان بايعوا على مرحله التاويل رجعوا الى الجاهليه مرحله التنزيل هي اقرب الى الجاهليه من الدين هذا موضوع مفصل هذا المرجع الاعلم بحسب محمد رضا السيستاني لذلك دفع به الى ساحه المرجعيه لانه الاعلم هكذا هم يشترطون في المرجع الذي يتصدى كي يكون مقلدا من قبل الشيعه يشترطون فيه أن يكون الأعلم وإن كان الأمر في حقيقته ليس كذلك هذا جزء من برنامج الضحك على الحمير الديخيين من أتباع مرجعية النجف وكربلاء لا شأن لي بهذا الموضوع هذا الرجل حبيس في مرحلة التنزيل ولذا فانه يفسر القران وفقا للمنهج العمري حسبنا كتاب الله المنهج العمري ان تفسر القران باللغه العربيه مع الخيال الشخصي هذا هو المنهج العمري هكذا هو فسر سوره العصر فسرها باللغه البسيطه من دون الخوض في اسرار البلاغه والفصاحه فسرها باللغه البسيطه مع خياله الشخصي في التفريع هذا هو الذي تحدث به وهو يصر على خدمه المذهب انه يتحدث عن المذهب المصطلح المذهب المصطلح بحسب الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده كفر صريح الايه حكمت بكفر الذين ينشئون المذاهب في مواجهه بيعه الغدير الايه صريحه في كفر اولئك جميعا بحسب القران هذه ما هي فتوى من فقيه شيعي الايه السابعه والستون بعد البسمله من سوره المائده صريحه واضحه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين اي مذهب في مواجهه بيعه الغدير مذهب كافر بحسب القران نحن في ثقافتنا الشيعيه نعتقد بشكل قطعي ان الايه هذه في بيعه الغدير كما ان الامر موجود في كتب المخالفين ولكنني لا شان لي بالمخالفين وما يعتقدون في ثقافة العترة الطاهرة هذه الآية خاصة ببيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يكفرون ببيعة الغدير وهم الذين أسسوا المذاهب الذين أسسوا المذاهب كفروا ببيعة الغدير هذا وغيره من بترية حوزة الطوسي يعدون دين محمد واهل محمد مذهبا بجانب المذاهب الاخرى. وهذا كفر صريح. محمد وال محمد ليس عندهم من مذهب بحسب المصطلح. بحسب اللغة، نعم. هناك مذهب لمحمد واهل محمد وهو طريقهم اتجاههم هذا المعنى اللغوي ولكن هذا حينما يستعمل هذا العنوان المذهب انه يقصد المصطلح مجموعه مذاهب يجمعها دين واحد وعلى هذا جعلوا العقائد على نوعين منها أصول الدين ومنها أصول المذهب لهذا السبب وهذا كفر صريح بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة هذا هو دين حوزة النجف وكربلاء هذا دينهم من الآخر جعلوا العقائد على نوعين منها ما يرتبط بالدين ومنها ما يرتبط بالمذهب لماذا لانهم جعلوا دين محمد وال محمد مذهبا يقف الى جانب المذاهب الاخرى وهذا يخالف صريح القران القران جعل الدين محصورا في بيعه الغدير واي اتجاه اخر يقف في مواجهه بيعه الغدير هو اتجاه كافر الايه صريحه هذه ما هي بفتوى ولا هو بنظر من عندي هذا قران يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من الناس الذين يرفضون بيعه الغدير وهؤلاء هم يحكمون عليهم القران بهذا الحكم وهو حكم الله ان الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء كافرون ولا هدايه لهم من الله الايه صريحه ان الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء كافرون ولا هدايه لهم فكيف نجعل عقائدنا في مرتبتين هناك عقائد الدين وهناك عقائد المذهب هذا كفر صريع أقول لكم انتم لستم شيعة انتم بتريون انتم الذين تتابعون برامجي لأنكم تفكرون بنفس الطريقة التي يفكر فيها الاهرواني والسيستاني والبقية بنفس الطريقه تفكرون هذا تفكير بتري قذر محكوم بحسب القران بالكفر انتم عودوا بانفسكم واقرأوا الايه وتدبروا فيها واعلموا ان منظومه العقائد في حوزه النجف وكربلاء تنظم بهذه الطريقه هناك اصول الدين وهناك اصول المذهب والذي ينكر أصول المذهب لا يخرج من الدين لماذا؟ لأننا على مذهب مثلما الأحناف على مذهب مثلما الشوافع على مذهب تجمعنا أصول للدين تفرقنا أصول للمذاهب فحينما نختلف في أصول المذاهب فكل بحسب مذهبه لكننا ما خرجنا من الدين بيعه الغدير هي من عقائد المذهب الذين يكفرون بها يبقون على الدين بحسب منظومه العقائد في حوزه النجف وكربلاء بحسب الله سبحانه وتعالى الذي يكفر ببيعه الغدير هو كافر الايه تقول ان الله لا يهدي القوم الكافرين من هنا قلت لكم انتم لستم شيعه انتم بتريون تحبون اهل البيت صدقوني انا اخاطبكم بدقه لذلك دائما اقول لكم نظفوا عقولكم وقلوبكم من قذارات مراجع حوزه النجف وكربلاء حتى تستطيعوا ان تتحركوا باتجاه التشيع كي تتعلموا العقيدة الشيعية الصحيحة ما دمتم هكذا أنتم لستم شيعة أنتم بتريون تحبون محمدا وآل محمد بالضبط كالبتريين الذين جاءوا إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه وكان زيد بن علي جالساً المجموعة التي قرأت لكم الخبر عنها من رجال الكشي سلمة ابن الطفيل كثير النواء أبو المقدام ثابت الحداد والبقية الذين جاءوا إلى إمامنا الباقر وقالوا ما قالوا من انهم يوالون عليا وحسنا وحسينا ويتبرؤون من اعدائهم ومن انهم يوالون ابا بكر وعمر ويتبرؤون من اعدائهما فماذا قال لهما زيد؟ بترتم امرنا بتركم الله ومن هنا سموا بالبتريه هذه مجموعه عنوان البتريه عنوان وضعه القران في سوره الكوثر هذا مصداق من مصادق البتريه لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من ان البتريه عنوان للزيديه البتريه عنوان لفرقه من فرق الزيديه في زماننا هذا لا وجود لها هذه الفرقه اندثرت الزيديون الان في اليمن اصولهم تعود الى الفرقه الزيديه الجاروديه وربما ينسبون الى غيرها انا لا اريد ان اخوض في هذا الموضوع الايه صريحه وواضحه في كفر الذين يؤسسون مذاهب في مواجهه بيعه الغدير وهي صريحه ايضا في كفر الذين يعدون بيعه الغدير خاصه بمذهب وهذا المذهب يكون مساويا لبقيه المذاهب الاخرى فتشترك المذاهب في اصول الدين وتفترق في اصول المذاهب وهذا ما عليه علم الكلام وعلم العقائد الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء. بحسب هذه الآية هذا كفر صريح. لأن الآية حصرت الأمر باتجاه واحد هو اتجاه بيعة الغدير. أنا لا أحدثكم عن رواية قد تشكلون على سندها. أنا لا أحدثكم عن فتوى لعالم شيعي او سني انا لا احدثكم عن ايه متشابهه تعطي اكثر من وجه انا لا احدثكم عن ايه نحن نختلف في مضمونها وسبب نزولها هذه الايه في اجوائنا الشيعيه هناك اتفاق أن سبب نزولها في الغدير وأن مضمونها في الغدير حتى في كتب القوم لكن لا شأن لي بكتب المخالفين والآية محكمة وواضحة جدا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الكلمات واضحة لا تحتاج إلى شرح لا تحتاج إلى تفسير والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين فهذا المنطق منطق اخرق من اننا نوفق لخدمه المذهب لا اريد ان اطيل الوقوف كثيرا عند هراء هذا المرجع الاعلى ما انا قلت لكم في الحلقه الماضيه قلت لكم هذا هواي مضرط هذا مضرط أكثر من إسحاق الفياض إذا أريد أدخله في سونار القمر أحتاج إلى أكثر من عشرين حلقة هواي مضرط كل حشية مضرط بقر الإيرواني بحسب موازين العترة الطاهرة إذا حشالة عشر كلمات إذا مو عشرة هنت مضرط تسعة مضرط أقول هذا الكلام عن دراية كاملة وعن دقة في اختيار الألفاظ وسأثبته لكم سأثبت ذلك لكم حينما تحين الفرصة المناسبة كي أدخله إلى سونار القمر بالضبط مثل ما قلت لكم لست مبالغا اذا حشالة عشر كلمات تسعة مضرط او وحدة تمشي هذا في احسن احواله من هنا قلت لكم من ان هذا المرجع مضرط اكثر من اسحاق الفياض وهذا كلامه اللي ذكر كلة مضرط فهو حبيس في مرحله التنزيل الذين هم في مرحله التنزيل هؤلاء اعداء علي ستقاتلهم على التاويل لو كان امير المؤمنين في زماننا موجودا لقاتلهم ولقاتلوه ستقاتلهم على التاويل مراجع النجف وكربلاء يرفضون مرحله التاويل، لا زالوا حبيسين في مرحله التنزيل في مرحله الاعراب، هؤلاء دينهم دين الاعراب، فقههم فقه الاعراب، تفسيرهم للقران تفسير الاعراب وفقا للمنهج العمري، حسبنا كتاب الله، الاعتماد على اللغه البسيطه مع الخيال الشخصي. قد يضطرون في بعض الاحيان الى استعمال الاحاديث التي لا صله لها بالمعنى التاويلي الحقيقي الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير الرجل حبيس في مرحله التنزيل يعتمد المنهج العمري في التفسير استعمال اللغة البسيطة مع الخيال الشخصي في التفريع بغض النظر عن اسلوبه السوقي في الحديث الذي لا يتناسب مع تفسير القرآن وحديث العترة الطاهرة من الآخر من دون الدخول في التفاصيل هذا التفسير الذي جاءكم به جاءكم به من تفسير الفخر الرازي بالضبط هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين من تفسير الفخر الرازي التفسير الكبير للفخر الرازي الشافعي والناصبي أيضا هو نهصبي الى ابعد الحدود يضحكون عليكم يقولون لكم من ان فكره قريب من التشيع يضحكون عليكم العرفانيون يقولون هذا والأصوليون يقولون هذا هذا الرجل نهصبي ناصبي ناصبي ناصبي, ناصبي ناصبي الى ان ينقطع النفس هذا من اعداء العتره الطاهره التفسير الكبير للفخر الرازي وهذه الطبعه طبعه المكتبه التوفيقيه انها الطبعه الثالثه القاهره مصر في الجزء الثاني والثلاثي صفحة ثمانية وثمانين وما بعدها أقرأ بعضا من كلامه كي ألفت أنظاركم إلى أن أصل حديث الإيرواني في تفسير السورة مأخوذ من هنا الألف واللام في الإنسان إن الإنسان لفي خسر الألف واللام في الإنسان يحتمل أن تكون للجنس للأفراد مثل ما هو تحدث عن أنها استغراقية الخسر الخسران كما قيل الكفر في الكفران ومعناه النقصان وذهاب رأس المال ثم فيه تفسيران وذلك لأن إذا حملنا الإنسان على الجنس كان معنى الخسر هلاك نفسه وعمره إلا المؤمن العامل فإنه ما هلك عمره وماله لانه اكتسب بهما سعاده ابديه الى ان يقول في صفحه 89 في اواخرها الاحتمال الثاني ان الانسان لا ينفك عن خسر لان الخسر هو تضييع راس المال وراس ماله هو عمره وهو قلما ينفك عن تضييع عمره وذلك لأن كل ساعة تمر بالإنسان فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك في الخسران وإن كانت مشغولة بالمباحات فالخسران أيضا حاصل إلى آخر كلامه هو هذا الذي قاله باقر الإيرواني من أن المراد من الإنسان جميع أفراد الإنسان ومن أن المراد من الخسارة هنا هي خسارة العمر هذا هو الذي جاء في تفسير الفخر الرازي ثم فرع في الكلام عن ان الذي ينجو من الخسر هذا من الخساره هذه هو الذي يعمل صالحا وتحدث عن العمل الصالح بحسب ما ذكره الطريقه التي تحدث بها هي طريقه النواصب طريقه المخالفين لانه جعل الاعمال من دون نهايات مغلقه. نحن في مرحله التاويل اعمالنا لها نهايات مغلقه تنتهي بإمام زماننا العمل من دون انتهائه بإمام زماننا لا معنى له. هو حدثهم عن ان النية تكون لله هذا كلام النواصب الله سبحانه وتعالى جعل فيما بيننا وبينه سببا اين السبب المتصل بين الارض والسماء جعل فيما بيننا وبينه بابا اين باب الله الذي منه يؤتى جعل فيما بيننا وبينه وجها اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء العمل الصالح هو العمل الذي يتوجه به الى وجه الله اما هذا المنطق هذا منطق النواصب ما الفارق فيما بين الواعظ الناصب وواعظ اهل البيت ما هو الفارق الفارق ان واعظ اهل البيت يوجه الشيعه ان يجعلوا اعمالهم متوجهه الى وجه الله اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء انه المضمون الذي جاء في الكتاب الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ومن ورسوله والمؤمنون الذي يرى اعمالنا بشكل مباشر الان هو امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فلا بد ان تتوجه الاعمال الصالحه باتجاهه اما هذا المنطق هذا منطق النواصب هذا يذكرني بحديث رحيم الطويرجاوي وهو يقول منتقدا لجلب محمد رمضان إلى بغداد يقول لو جاءوا بواعظ من الازهر فيخليه على راسه لكن ماذا قال, قال فبها ونأمت لا أدري من أين جاء بها ربما جاء بها حينما كان يواصل درسه في النظريه النسبيه لاينشتاين منطق صغار المعممين مع منطق كبار المعممين واحد لانهم جميعا بتريون هذا رحيم طوات جاوي على بساطته ايضا الضلال هو الضلال يقول له جيبون واعظ من الازهار اخليه على راسي فبها ونأمت يعني فبها ونعمت فبها ونأمت الان ايضا هذا الواعظ هذا واعظ ازهري فبها ونأمت ايضا فبها ونأمت بقر اليرواني هذا واعظ ازهري حتى تعرفون ذول اللي شهاداتهم دكتوراه قاعدين جوا منبر ما هي القضية خرطي من أساسها اللي جابه وقال له أنت الأعلى مخرطي هو باقر الإخوان الأعلى خرطي ذول الحاضرين جوا منبره من حملة الدكتوراه ذولا هم مخرطي ما هو هذا وقع الحوزة اخرطي بخرطي بخرطي لوين الظلون ولكم مطايا انتم الشيعة لوين الظلون مطايا لوين الظلون نذهب الى فاصل عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ما يكون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل انا لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل وعن ابي بصير عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحده, واحدة ثلاث خمس وقال, وقال اذا اختلفت, اختلفت بنو اميه أمي ذهب ملكهم ملكه ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في, يزالون في عنفوان من الملك وغضاره من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فاذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل الشرق واهل الغرب نعم واهل القبله ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنفر النفر فوالله لكأني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء اما انه لا يرد له رايه ابدا حتى يموت في رسالة إمام زماننا الأولى إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة أربعمية وعشرة للهجرة الشيخ المفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة للهجرة الإمام في الرساله التي وجهها للمفيد يوجه خطابه الى اكثر مراجع الشيعه فيقول وانا اقرا عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الانوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 175 ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم انها بيعه الغدير وما اشترطه رسول الله ان التفسير يؤخذ من علي فقط هؤلاء نبذوا بيعه الغدير ليس في هذه الموعظه فقط في كل شيء مراجع النجف وكربلاء الذين هم على مذهب الطوسي منهجهم في كل حرف كتبوه وفي كل حرف افتوا به وفي كل حرف علموه لبعضهم البعض وفي كل حرف نطقوا به نقضوا بيعه الغدير وهذا مصداق من المصادق وجهله بمضمون بيعه الغدير الذي حدثتكم عنه جهل الايرواني من ان بيعه الغدير هي بيعه للامامه السياسيه هذا اوضح من هذا الذي احدثكم عنه الان هو لا يحرف مضمون بيعه الغدير وهو ينقضها في كل حرف من حروفه ما هكذا يكون المرجع الاعلى المرجع الاضرب هكذا يكون هذه الحاله ليست خاصه به هذه حاله كل معمم بينت لكم من ان المرجئين المعطلين لبرنامج امام زماننا هم اصحاب العمائم كل معمم هو مرجئي إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك كل معمم هو مرجئي مرجئي بتري ليس هناك من استثناء إلا للذين تقوم الأدلة على أنهم ليسوا كذلك أعود إلى رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد والتي باقر الايرواني وكذلك السيستاني وكذلك اسحاق الفياض وكذلك سعيد الحكيم وكذلك بشير النجفي وكذلك الخوئي وكذلك محمد باقر الصدر والذين سبقوهم والذين سيأتون في الطريق. الجميع كل أصحاب العمائم هم من مصادق هذه الرساله ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون وفسروا القرآن بهذه الطريقة واستنبطوا الاحكام بهذه الطريقة بطريقة الفهم الاعرابي بحسب المنهج العمري حسبنا كتاب الله هذا هو الذي يجري على ارض الواقع يا طلاب حوزة النجف وكربلاء أو أن شيئاً آخر يجري على أرض الواقع ما هذه الحقائق أمام أعينكم فهذا المرجع الأعلم الأخرق الأضرط هو مصداق من مصادق هذه الرسالة التي بعث بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الى الشيخ المفيد الحكايه طويله الحكايه عريضه هذه سوره العصر اريد ان احدثكم بشيء من تفسيرها وفقا لموازين بيعه الغدير مثلما بايعت في بيعه الغدير اريد ان افسرها لكم وفقا للمنهج العلوي في تفسير القران وانتم قارنوا هذا تفسير المرجع الاعلم في القرن الحادي والعشرين الذي تقدمه لكم المرجعيه السيستانيه الان كي تاخذوا دينكم منه لابد ان يكون الاعلم في فهم القران والا كيف يستنبط الاحكام؟ لابد ان يكون الاعلم في فهم الاحاديث هو في الحقيقه لابد ان يكون الاجهل الأخرق الأقبح هذا هو الواقع الذين يوصفون بالأعلمية هذه أحواله وقد مر علينا بشكل واضح حال إسحاق الفياض الذي عينه السيستاني نفسه من انه الاعلى من بعده وارجع مقلديه اليه في المسائل الاحتياطيه. الان هم نصبوا هذا الاعلى، قارنوا قارنوا قارنوا, قارنوا بين تفسير حوزه النجا عند مرجعكم الاعلى وبين تفسير قناه القمر عند هذا الذي يوصف بالماسوني قارنوا بين الطريقتين وعرفوا أين هي بيعة الغدير من الذي يعتنقها ومن الذي كان وفيا لها ومن الذي غدر بها وعودوا إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وشخصوا من هم الكافرون ومن هم غير الكافرين بحسب فتوى الله لا بحسب فتاوى الثولان في النجف وكربلاء من ايات الله العظمى من هؤلاء المضاريق ترفضون استعمالي لهذه الكلمات لكنني اعتذر الى امام زماني لا اجد الفاظا اقبح منها لان الذين اتحدث عنهم هم اقبح بكثير من هذه الالفاظ، هذه الالفاظ قاصره هذه الالفاظ هي اقبح ما وجدتها في خزانتي اللغويه التي تكون مناسبه لبرنامج تلفزيوني قطعا هناك من الالفاظ ما هو اقبح وحتى تلك الالفاظ الاقبح هي دون قبحهم هؤلاء كافرون بحسب الايه السابعه والستين بعد البسمله من سورة المائدة أنتم اقرأوا الآية لا تأخذوا المضمون مني اقرأوا الآية وتدبروا فيها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هكذا يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى سورة العصر قطعا لن أدخل في كل تفاصيلها وانما ساعرض لكم عرضا اجماليا ساذكر لكم افقين من افاق هذه السوره القران له مطالع ومجاري مرادي من الافق المطلع المطلع الاول من مطالع هذه السوره العصر العصر هو جزء وقت من النهار والنهار جزء وقت من اليوم فاليوم نهار وليل كما تعرفون والنهار فيه صبح وفيه ظهر وفيه عصر العصر هو جزء وقت من النهار الذي هو جزء وقت من اليوم هذا هو العصر قطعا ذكر هنا لحكمة ذكر هنا لخصوصية طبيعي ان الانسان يرتبط بالزمان ارتباطا وثيقا في كل شؤون حياته في يقظته وفي نومه علاقه الانسان بالزمان واجزاء الزمان علاقة تكوينية. أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن المعنى الفلسفي للزمان ولا أريد أن أتحدث عن المعنى الفيزيائي للزمان وإنما أتحدث بشكل إجمالي. ما فيه دلالة لغوية، ما فيه دلاله فيزيائيه ما فيه دلاله فلسفيه بنحو اجمالي لمعنى الزمان الزمان هو هذا الذي نستحضر صورته في اذهاننا حينما نتذكر هذا العنوان اتحدث عن هذا الزمان بغض النظر عن الخوض في التفاصيل اللغويه والفيزيائيه والفلسفيه نحن نرتبط ارتباطا تكوينيا باجزاء الزمان ولاجزاء الزمان قطعا حينما اتحدث عن اجزاء الزمان انني اتحدث عن الوقائع التي تقع في اجزاء الزمان فالظلام ليس زمانا الظلام حدث يقع في الزمان والضوء في النهار ليس زمانا انه حدث يقع في الزمان فهذه الاحداث لها صله بيقظتنا ونومنا لها صله بعقولنا وقلوبنا لها صله باجسادنا ومشاعرنا حتى على المستوى الفسلجي هناك الهرمونات النهاريه وهناك الهرمونات الليليه التي تنظم حياه الانسان تنظم حركه وظائف الاعضاء في جسد الانسان بما يناسب الليل اثناء النوم وبما يناسب النهار اثناء اليقظه وتنظم حاله الانتباه عند الانسان هذا موضوع واسع كبير انما ذكرته استطرادا. خلاصه القول العصر جزء وقت من النهار الذي هو جزء وقت من اليوم. نرتبط به ارتباطا وثيقا بالزمان وبأجزائه. هذا الجزء من الوقت ما علاقتنا به وما ابرز مفرده فيه انني اتحدث عن الوجهه الدينيه ابرز مفرده فيه هي صلاه العصر فحينما تاتي الايه والعصر لفظا تتحدث عن جزء معين من النهار لكنها بحسب الاشاره البليغه فانها تلفت انظارنا الى اهم مفرده في هذا الوقت من وجهه دينيه انها صلاه العصر وهل المراد من صلاه العصر هذا الركوع والسجود قطعا هذا جزء من هذا العنوان الركوع والسجود وسائر التفاصيل المقدمات الخواتيم الى كل ما يرتبط بالصلاه كعباده وطقس في جميع مراتب معانيها لكن الايه تريد ان تشير الى ما هو اعمق العصر هذا الوقت اهم مفرده فيه صلاه العصر صلاه العصر هل المراد منها من صلاه العصر العباده بحدود العباده صلاه العصر عنوان لامير المؤمنين والعصر عنوان لامير المؤمنين قد تقولون كيف انا اقول لكم ساذهب بكم الى سوره البقره والى الايه الثامنه والثلاثين بعد المئتين بعد البسمله حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي نحن بايعنا في الغدير أن نأخذ تأويل القرآن والتأويل هو التفسير الأصل لا كما يضحك عليكم أصحاب عمائمي حوزة النجف وكربلاء من أن التأويل يكون معنى ثانويا التأويل حتى في اللغة التأويل هو العودة إلى أول الشيء تأويل عودة إلى أول الشيء إلى أصله تأويل القرآن وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ما يعلم حقيقته فهل المراد هنا ما يعلم المعنى الثانويه الا الله والراسخون في العلم ما هذا الهراء التأويل هو المعنى الحقيقي للقرآن نحن هكذا بايعنا في بيعه الغدير هذا هو الجزء الاول من تفسير العياشي جامع من جوامع الاحاديث التفسيريه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان صفحه 147 رقم الحديث 422 عن زراره عن عبد الرحمن بن كثير عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين حافظوا على الصلوات انها الصلوات الواجبه صلاه الظهر وهي اول صلاه فرضت علينا واول صلاه صلاها رسول الله بالمسلمين رسول الله يصلي منذ بدايه حياته لكنني اتحدث عن صلاه فرضت على المسلمين اول صلاه فرضت على المسلمين صلاها رسول الله بالمسلمين هي صلاه الظهر فصلاه الظهر عنوان لرسول الله وصلاه العصر هي هي صلاه الظهر ونحن نقول صلاه الظهرين لا نقول صلاة العصرين، صلاة الظهرين، لأن عليا هو محمد ولأن عليا يأتي بعد محمد صلى الله عليهما وآلهما، نقول صلاة الظهرين. صلاة المغرب عنوان لفاطمة، صلاة العشاء عنوان للمجتبى، صلاة الفجر بكل خصائصها عنوان لحسين صلوات الله عليه هكذا يقول إمامنا الصادق في معنى هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي قال الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين هذه الصلوات الخمسه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى والوسطى امير المؤمنين اشاره الى بيعه الغدير سأبين لكم المعنى وقوموا لله قانتين طائعين للائمه هذا هو قرانه افسر لكم من حديثهم لا كما يفسر لكم مراجع النجف الثولان الاغبياء لا كما يفسر لكم هذا المرجع الاعلم الاثول الاخرق اتحدث عن الايرواني يفسر لكم نقلا عن الفخر الرازي عن هذا الناصبي حافظوا على الصلوات الظهر عنوان لرسول الله، العصر عنوان للامير المغرب عنوان لفاطمه العشاء عنوان للمجتبى والفجر عنوان للحسين ولا تنسوا فان سوره الفجر معروفه في ثقافه العتره الطاهره هي سوره الحسين سوره الفجر وان كان عنوان الفجر في السوره بحسب تفسيرهم الفجر هو القائم لا اريد ان اخوض في هذه التفاصيل لان القران ذكر لنا الفجر والفجر وذكر لنا الضحى والضحى وذكر لنا العصر والعصر هذه اجزاء من وقت الأيام لكننا لا نفقهها بحسب تأويل العترة الطاهرة لقرآنهم بهذا المستوى السطحي وإنما نفقهها بحسب ما يقولون هم هذا قرآنهم وهم الذين يفسرون قرآنهم لنا وعلى هذا بايعنا في بيعه الغدير. الصلاه رسول الله وامير المؤمنين وفاطمه والحسن والحسين والوسطى امير المؤمنين وقوموا لله قانتين طائعين للائمه. الصلاه الوسطى عنوان متحرك هناك عندنا في قراننا عندنا عناوين متحركه اذا نظرنا الى الصلاه الوسطى من مطلع التشريع القران له مطالع ومجاري من مطلع التشريع فإن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر والإشارة إلى رسول الله لأن بداية التشريع كانت من صلاة الظهر فإذا نظرنا إلى الصلاة الوسطى من هذا المطلع من المطلع التشريعي أنا أقول هذا الكلام لانه ورد في رواياتهم ان الصلاه الوسطى هي صلاه الظهر وهنا الحديث كما قرات عليكم عن امامنا الصادق من ان الصلاه الوسطى علي الاشاره هنا الى صلاه العصر نحن لا نفكك بين الظاهر والباطن إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فما كانوا على شيء. وإن قوما آمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فما كانوا على شيء. ضل هو أضل هؤلاء. الإيمان إيمان بظاهر وباطن. نحن لا نستطيع أن نتصور الظاهر من دون باطن. ولا نستطيع أن نتصور الباطن من دون ظاهر. حينما نقول ظاهر يعني له باطن وحينما نقول باطن يعني له ظاهر من هنا نخاطبهم في زياراتهم من انني مؤمن بكم وبظاهركم وباطنكم بنفس المستوى فكل ظاهر له باطن وكل باطن له ظاهر حتى في التكوينيات اي جزء من الاجزاء التي حولي لا يمكن ان اقول هذا ظاهر من دون باطن وهذا باطن من دون ظاهر هذا الكلام في الماديات والتكوينيات وكذلك هو في المعارف والمعلومات والعقائد والنظريات اذا اخذنا الصلاه الوسطى بحسب المطلع التشريعي الصلاة الوسطى صلاة الظهر عبادة وهي رسول الله رمزا وإذا أخذنا الصلاة الوسطى بحسب المطلع العقائدي إنها بيعة الغدير وان لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو المحور اذا نظرنا الى الصلاه الوسطى من المطلع العقائدي عباده هي صلاه العصر ورمزا هي امير المؤمنين واذا نظرنا الى الصلاه الوسطى من مطلع الاصل من مطلع الجوهر انها صلاه المغرب صلاه المغرب عباده وهي فاطمه رمزا الصلاه الوسطى عنوان متحرك ما يرتبط بامير المؤمنين اقرا عليكم ما جاء في الجزء الثاني من تأويل الآيات من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 854 الحديث عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء في سوره العصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قارنوا بين ما جاء في تفسيرهم وبين الهذيان الذي كان يهذي به المرجع الاعلم إمامنا الصادق يقول استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين لا أن يخرج من بيته ذاهبا إلى درس الشوافع بعنوان خدمة المذهب الهراء الذي تحدث عنه وهو يستعمل هذا العنوان بالمعنى الإصطلاحي وذلك كفر بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة أي ضلال عليه هؤلاء إمامنا الصادق يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين وعملوا الصالحات اي أدوا الفرائض وأول الفرائض الصلوات وهذه الصلوات عناوين لهم لعلي وآل علي وعملوا الصالحات اي أدوا الفرائض وتواصوا بالحق اي بالولايه وتواصوا بالصبر اي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها وبالصبر عليها وتواصوا بالحق اي بالولايه اي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها وتواصوا بالصبر وبالصبر عليها هؤلاء الذين ليسوا خاسرين وليس الذين يتحدث عنهم باقر الايرواني بهذيانه وهرائه الذي جاء به من تفسير الفخر الرازي، لاحظوا الفارق الكبير بين منطق العتره الطاهره وبين منطق الحوزه النجفيه الضاله، سيضحكون عليكم يقولون هذا هو جزء من هذا إذا لماذا لا تقولون هذا لماذا لا تقولون هذا أساسا هو لا يعرف هذه الروايات ولا يعرف هذه الأحاديث ولا يخطر في ذهنه أن سورة بهذا المضمون لأنه متشرب بالثقافة الناصبية الثقافة القرآنية في حوزة النجف وكربلاء لها جذور جذرها الأول الطبري جذرها الثاني الفخر الرازي جذرها الثالث رشيد رضا السلفي جذرها الرابع سيد قطب ولا يوجد شيء آخر هذه جذور الثقافة القرآنية في حوزة النجف وفي الواقع الشيعي عموما الوائلي تسعون بالمئة من حديثه عن القرآن ومن تفسير القرآن يأخذه من الفخر الرازي وفي بعض الأحيان يأخذه من سيد قطب مجالسه موجودة كتب التفسير موجودة وبرامجي موجوده فانني قد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا وجئتكم بالوثائق والحقائق والمصاديق مراجعكم في النجف لا يفقهون شيئا من قران محمد وال محمد ولا يفقهون شيئا من فقه محمد وال محمد هؤلاء بتريون مرجئيون هؤلاء نواصب الشيعه اضروا على الشيعه كما يقول امامنا الصادق صلوات الله عليه وهو يتحدث عن اكثر مراجع التقليد عند الشيعه زمان الغيبه الكبرى من انهم اضروا على الشيعه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه ما هذا الكلام الذي اتيكم به بالصوت والصوره منهم هو ادل دليل على ان هذه الروايات تنطبق عليهم تمام الانطباق ما قاله امام زماننا في رسالته الى المفيد مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا السلف الصالح هكذا يفسر القرآن كما أفسره لكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بهذا التفسير بتفسير علي وآل علي ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بالله عليكم هذا مصداق من مصادق رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد أتحدث عن الإيرواني وعن غيره قطعا السيستاني أقبح من الإيرواني تريليون مرة هو من أوضح المصادق لهذه الرسالة هو إمام البتريين في زماننا هذا وهو الأكثر بترية بحسب معلوماتي منذ بدايه عصر الغيبه الكبرى والى هذه اللحظه. إمامنا الصادق هكذا يقول استثنى الله سبحانه اهل صفوته من خلقه حيث قال ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا بولايه امير المؤمنين وعملوا الصالحات اي ادوا الفرائض وتواصوا بالحق اي بالولايه وتواصوا بالصبر اي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها بالولايه وبالصبر عليها هؤلاء هم الناجون هؤلاء هم المفلحون وليس الذين تحدث عنهم من انهم يخرجون من بيوتهم كي يدرسوا الكتب الشافعيه التي الفها مراجع النجف وكربلاء في حوزه الطوسي كي يدرسوا هذه الكتب الذين سينجون من الخساره هم هؤلاء وهذا كلام امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا هذا المنهج الاخرق الذي جعله لا يفقه معنى بيعه الغدير وجعله ناقضا لمواثيق بيعه الغدير من اقول لكم هذا مضرطه هوايه مدائما عند موعظه وفي كل موعظه من مواعظه هو مضرط يخالف منهج اهل البيت في كل موعظه من مواعظه في كل حديث من حديثه القضيه ليست خاصه به هؤلاء المعممون كل حرف ينطقون به هو مخالف للعتره الطاهره صدقوني وقد اثبتت هذا فيه مئات ومئات من الساعات وبإمكاني أن أبقى أثبت لكم بالأدلة المتواصلة والقطعية الواضحة من كتبهم بالصوت والصورة باصواتهم بما كتبوه بايديهم القضيه خطيره انتم لا تدركونها على اي حال اعود الى معنى الصلاه الوسطى اذا نظرنا اليها من المطلع الاصل انها صلاه المغرب وهي رمز لفاطمه تعالوا معي كي نقرا بعضا من احاديثهم انا مضطر ان اقرا بعضا من الروايات لا اقرا الروايات كامله لانني اذا قراتها كامله ستتولد اسئله في اذهانكم ساكون مضطرا لشرحها وانا لا املك وقتا لذلك ساذهب الى موطن الحاجه فقط انا اقرا عليكم من علل الشرائع ومن جزئه الثاني وهو كتاب معروف للصدوق المتوفى سنه 381 للهجره صفحه 254 الباب الخامس عشر فيه حديث واحد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه يسأله لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها أربعا بعدها في صلاة العشاء حديثنا عن صلاة المغرب لما صارت المغرب ثلاث ركعات واربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر صلاه المغرب لا تقصر لا في الحضر ولا في السفر ماذا اجاب امامنا الصادق صلوات الله عليه ان الله انزل على نبيه لكل صلاه ركعتين في الحضر صلاه الظهر حينما انزلت من السماء كانت ركعتين رسول الله اضاف اليها ركعتين ان الله انزل على نبيه لكل صلاه ركعتين في الحضر فاضاف اليها رسول الله لكل صلاه ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر الا المغرب والغداه الغداه صلاه الفجر لم يضف اليها رسول الله انها عنوان للحسين لماذا لم يضف اليها رسول الله هذا امر له تفسيره في الروايات انا لا استطيع ان اتحدث عن كل شيء في هذا الوقت الضيق فلما صلى المغرب رسول الله وهي ركعتان في اصل تشريعها بلغه بلغه فلما صلى المغرب بلغه ماذا بلغه؟ بلغه مولد فاطمه فاضاف اليها ركعة شكرا لله فهذه الركعه منسوبه الى فاطمه بجهه من الجهات القضيه اعمق من ذلك انا كما قلت لكم انني احدثكم حديثا اجماليا لا اريد ان اخوض في دقيق المعاني وعميقها هو عرض اجمالي لتفسير القران لاجل ان تقارنوا بين تفسير القران في قناه القمر وبين تفسير القران في حوزه البتريين في النجف عند المرجع الاعلى. وهذا تفسيره بعد ان تصدى للمرجعيه يعني بعد ان اعلنت اعلاميته. واعلنت اعلاميته في النجف واعلنت اعلاميته في قناه الحدث انه التعاون السيستاني السعودي الوثيق. فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمه فاضاف اليها ركعه شكرا لله هذا وجه من الوجوه القضيه اعمق من ذلك ما هو اصل تشريع الصلاه لاجلهم صلوات الله عليه اقرا عليكم من المصدر نفسه من الباب الثاني صفحة 248 الحديث الأول أذهب إلى موطن الحاجة عن هشام بن الحكم عن إمامنا الصادق هشام يسأل الإمام الصادق عن علة تشريع الصلاة الإمام يقول له وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد ففرض عليهم الصلاة يذكرونه يذكرون محمدا في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاه وذكر الله لكي لا يغفلوا عن عن محمد لكي لا يغفلوا عن وينسوه فيندرس ذكره فعلة تشريع الصلاه هو ذكر محمد وال محمد وذول الحمير في النجف يقولوا لكم ذكروا عليا يبطل الصلاة، أصل التشريع هو هذا. ذول المطايب في النجف يقولوا لكم إذا ذكرتم الأمير في التشهد الوسط والأخير صلاتكم باطلة. الإمام الصادق يقول لنا من أن العلة والأصل في تشريع الصلاة كي نذكره. فكيف يكون ذكرهم في الصلاة مبطل للصلاة التي شرعت لأجل ذكرهم؟ شايفين هيك طاية لو ما شايفين ولكم أنتم شيعة أنتم شنو أنتم من يا نوع من يا أنتم؟ هذا كلام إمامنا الصادق وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لأي شيء لكي لا يغفلوا عن يغفلوا عن محمد وينسوه فيندرس ذكره حين أقول لكم من أن المعاني أعمق مما أقول هذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هذا يعيدنا إلى سورة العصر والعصر العصر عنوان يشير الى صلاه العصر وصلاه العصر عنوان يشير الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نذهب الى فاصل عن ابي خالد الكابولي قال سالت ابا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا فقال يا ابا خالد النور والله, والله الائمه من اهل محمد صلوات الله عليه, صلوات الله عليه, عليه, عليه الى يوم القيامه وهم والله نور الله, الله الذي انزل, أنزل. وهم والله, والله نور الله, الله في, السماوات في السماوات وفي الارض والله, والله يا ابا خالد, خالد. لنور, لنور الإمام, الامام في قلوب المؤمنين, المؤمنين. انور من الشمس المضيئه بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عما يشاء فتظلم قلوبهم والله يا ابا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى, حتى يطهر, يطهر الله, الله قلبه, قلبه ولا يطهر الله, الله قلب عبدٍ, عبد حتى يسلم لنا ويكون, لنا ويكون سلما لنا فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وامنه من فزع يوم, يوم القيامه الاكبر وصلنا الى فاطمه انا اسال المتدينين الذين يهتمون بصلواتهم اليوميه الا تشعرون ان صلاه المغرب تتميز بطعم يختلف عن بقيه الصلوات رغم انها اطول من صلاه الصبح لكننا حين نؤديها نشعر خفتها وقصرها الا تشعرون ان شيئا من البهجه في صلاه المغرب انها عنوان فاطمه فاطمة التي هي المحور فاطمة التي هي المركز عودوا الى مفاتيح الجنان الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان في بدايات مفاتيح الجنان تدبروا في صلاة النبي وصلاة الامير وصلاة الزهراء اقرأوها فقط انا لا اجد وقتا كي اقرا لكم التفاصيل لكن من الاخر الصلاه التي تعرف بالصلاه الخاصه بالنبي صلاه النبي ما هي طقوسها تقرا الفاتحه مع سوره القدر في الركعتين مع التفاصيل الموجوده ولكن في الركعتين تقرا سوره الفاتحه مع سوره القدر هذه صلاه النبي فالنبي في صلاته الخاصه يقرا في الركعتين بالفاتحه والقدر صلاه الامير عودوا اليها يصلي صلاته الخاصة في الركعتين يقرأ الفاتحة والتوحيد صلاة فاطمة صلاة الصديقة الكبرى إنها تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والقدر وتقرأ في الركعة الثانية الفاتحة والتوحيد لانها الجوهر الجامع بين الرساله والنبوه والولايه والامامه والوصيه الحقيقيه لا اتحدث عن الوصيه التي هي عمل تنفيذي في الامه اتحدث عن الوصيه الحقيقيه انها وصيه الله في هذا الوجود اتحدث عن هذا المعنى صلاه محمد صلى الله عليه واله بالفاتحه والقدر وصلاه علي بالفاتحه والتوحيد وصلاه فاطمه في الركعه الاولى بالفاتحه والقدر وفي الركعه الثانيه بالفاتحه والتوحيد ولذا صلاه المغرب ثلاث ركعات انها وسيط ما بين الركعتين والاربعه هكذا نقرا في حديث الكساء الشريف حينما سأل جبرائيل العلي الاعلى حينما سأل الله عن الذين هم تحت الكساء فاجابه سبحانه وتعالى هم فاطمه صلاه المغرب محور الانتماء هذه الرمزية الواسعة الانتشار. هم فاطمة سعة انتشارها ان صارت اما لابيها. فهل سمعتم ان بنتا صارت اما لابيها؟ هم فاطمة وابوها وهي ام ابيها وبعلها وبنوها انها المحور. انها المركز ولذا جمعت في صلاتها وتلك رموز ما بين تفاصيل صلاه محمد وتفاصيل صلاه علي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والعصر عنوان لعلي لكن زجاجة عبر صفائها تشير إلى فاطمة ففاطمة كفء علي فاطمة هي القيمة على الدين في كل مراحل الإمامة منذ رسول الله وإلى قائم آل محمد فمن زجاجة هذه الرموز وعبر مرآتها الصقيلة يتجلى لنا نور فاطمة إنها كفء علي ولولا علي ما كان لها من كفء نذهب إلى سورة الرحمن في الايه التاسعه بعد العاشره بعد البسمله من سوره الرحمن مرج البحرين يلتقيان مرجهما جعلهما يجريان يتدافعان مرج البحرين يلتقيان لقد انطلق البحران في جريانهما مرج البحرين يلتقيان انطلقا سويه من نقطه واحده في جريانهما والتقيا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان لا بشيء من الاء ربي اكذب يستحب ان يقال هذا عند قراءه هذه الايات حينما نقرا الايه التي تتردد في سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان يستحب ان يقال عند قراءه هذه الايات لا بشيء من الاء ربي اكذب الا اربي محمد وعلي وفاطمه الا اربي ايات ربي في الخصال لشيخنا الصدوق الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه تسعه وثمانين الحديث السادس والتسعون بسنده عن يحيى ابن سعيد القطان عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قال علي وفاطمه بحران من العلم عميقان عميقان الى اخر الروايه لا اريد ان اقراها بتمامها لانني ساحتاج إلى شرحها سأكون مضطرا لشرحها مرج البحرين يلتقيان قال علي وفاطمة بحراني من العلم عميقان عميقان من هنا قلت لكم من أن عنوان العصر عبر مراته الصقيله ونحن في هذا المطلع من مطالع حقائق القران القران مطالعه كثيره ومجاريه كثيره القران يجري مجرى الليل والنهار يجري مجرى الشمس والقمر له حدود له مطالع وله مجاري مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة بحراني بحراني من العلم عميقان نذهب إلى فاصل عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال امير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فاذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل جلاله فقتله الروايه الطويله المفصله في الجزء الثاني من الكاف الشريف كتاب فضل القران الحديث الاول الذي جاء عن سعد الخفاف عن امامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه امامنا وضع لنا قانونا في هذه الروايه فمن لم يعرف الصلاه فقد انكر حقنا هذه هي المضامين هذا جزء منها فمن لم يعرف الصلاه لم يعرف رمزيتها لم يعرف دلالتها فقد انكر حقنا نحن هكذا نقرا في زياره الندبه وليس في دعاء الندبه في زياره الندبه اقرا عليكم من مصباح الزائر للسيد ابن طاووس المتوفى سنه 664 واربعه وستين للهجره وهذه الطبعه طبعه مؤسسه ال البيت قم المقدسه صفحه 431 واحد وثلاثين زياره الندبه والتي قد تعرف في بعض كتب المزارات بزياره ال ياسين غير المشهوره وردتنا من الناحيه المقدسه. هكذا نسلم على ائمتنا بشكل عام وعلى امامنا الحجه بشكل خاص السلام عليكم يا بقيه الله السلام عليكم انتم نورنا انتم نورنا وانتم جاهنا انتم شرفنا وانتم جاهنا واوقات صلاتنا. العصر جزء من النهار اهم مفرده فيه هي صلاه العصر وهذا الوقت لهم هم هم كل شيء يعود اليهم اذا فهمنا القران بهذا الفهم وهذا هو الافق الاول هناك افاق اخرى ساذكر لكم افقا اخر كيف ستكون نظافه عقولنا ونظافه قلوبنا مع امام زماننا اذا ما تشبعت عقولنا وقلوبنا بهذه المضامين وفهمنا القران على طوله وعلى عرضه بهذا الذوق ستتحول عقولنا الى مصابيح وقلوبنا الى قناديل سندرك الدين حينئذ ببصائرنا سندرك العقائد بنور وجداننا الذي يتقد ضياء بمعارف العترة الطاهرة، قارنوا بين هذه الثقافة وبين الهراء الذي استمعتم إليه وطالما تستمعون إليه من الوائل، هو يردد كلمات الوائل باقر الإيرواني في مواعظه يردد كلمات الوائل يردد ثقافه النجف البتري قارنوا بين هذه الثقافه التي تطرح عبر قناه القمر وبين ثقافه السيستانيين البتريين السلام عليكم انتم نورنا وانتم جاهنا واوقات صلاتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا انتم 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 اوقات صلاتنا بل انتم صلاتنا اقرأ عليكم من مشارق انوار اليقين للحافظ رجب البرسي الطبعه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان صفحه 171 في بعض الخطب الافتخاريه لسيد الاوصياء، هو يقول امير المؤمنين انا 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 صلاه المؤمنين وصيامهم انا مولاهم وامامهم. انت يا امير المؤمنين امامي وانت مالكي انت امامي وانت صلاتي وانت انت عصمتي لصلاتي. وأنت أنت وقت صلاتي وأنت أنت صلاة العصر التي أصليها وأنت أنت الصلاة الوسطى وذول المطايا يا أمير المؤمنين القاعدين يمك القاعدين يمك القاعدين يمك ذول المطايا يقولون لشيعتك يصدرون الفتاوى يا أمير المؤمنين ما أدريش أقول من فوق من جوة يصدرون الفتاوى يقولون للشيعة إذا ذكرون الأمير بالتشهد الوسطي والأخير صلاتكم باطلة يا أمير المؤمنين ماذا أقول يا أمير المؤمنين أنت إمامي وأنت صلاتي أنت الذي تقول انا صلاه المؤمنين وصيامهم انا مولاهم وامامهم انت امامي وانت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه وانت صلاتي وانت قبلتي ما انت الذي تقول نحن القبله انتم القبله وانتم الكعبه وانتم المسجد الحرام فانت امامي وانت صلاتي وانت قبلتي وانت قراني وانت سوره الفاتحه انت الذي تقول انها سوره الفاتحه وانت سوره التوحيد وانت انت وانت انت وانت, أنت وأنت وقت صلاتي وانت صلاه العصر وانت صلاه الوسطى وانت 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 وانت, وأنت, وأنت, وأنت علي وانت علي وإذا ما قلت علي انتهى الكلام نذهب إلى فاصل عن أبي عن حمزة, حمزة الثمالي, حمزة الثمالي قال, قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله, الله عليه, عليه إن أبا جعفر عليه السلام, عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء اول النهار الا ان الحق في علي وشيعته ثم ينادي ابليس لعنه الله في اخر النهار الا ان الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون لا زال حديثي في الأفق الأول والعصر وضعت بين أيديكم بعضا من المعطيات العصر في تلألؤه الأول علي بحسب المعطيات التي تقدمت ومن مراه هذا التلالؤ في التلالؤ الثاني فاطمه التي هي كفء عليا ان الانسان لفي خسر الذين هم ليسوا على هذه الثقافه الذين هم ليسوا على هذه العقيده الذين هم ليسوا على هذا الدين وليس على المذهب وصف دين محمد وال محمد بالمذهب بالمعنى الاصلاحي كفر احذروا من ذلك كفر هذا قد لا تحاسبون عليه لانكم لستم قاصدين لكن هذا يشكل حاجبا فيما بينكم وبين امام زمانكم من حيث لا تعلمون. الكلمه كما يقولون صلوات الله عليهم الكلمه تحلل الكلمه تحرم الكلمه تدخل الجنه الكلمه تخرج من الجنه الكلمه تدخل النار الكلمه تخرج من النار كلمه تحلل الذي كان حراما كلمه تحرم الذي كان حلالا كلمه تدخل الى النار كلمه تكون سببا للشفاعه كي لا يدخل الانسان الى النار كلمه تقود الانسان الى الجنه كلمه تمنع الانسان من الدخول الى الجنه كلمة ترفع الانسان في درجات الجنان، وهكذا حينما تتحدثون عن دين محمد وال محمد من انه مذهب هذا يغضب الامام الحجه، سيكون نظره اليكم نظر غاضب كيف تجعلون دين محمد وال محمد الذي لاجله قطع الحسين تقطيعا تجعلونه مساويا وموازيا لمذهب ابي حنيفه وغيره كيف تفعلون ذلك انكم تستهزئون بحسين الذي كل المشروع المهدوي قائم عليه الى اين انتم ذاهبون؟ ماذا تفقهون من القران؟ ماذا تعرفون من ثقافه العتره الطاهره؟ هؤلاء البتريون اتحدث عن السيستاني وعن غيره من المراجع وعن المراجع الذين سبقوهم أتحدث عن هذا المرجع الجديد هؤلاء البتريون ماذا فعلوا بكم هم فعلوا بأنفسهم ما فعلوا ولكن ماذا فعلوا بكم والعصر في التلألؤ الأولي للمطلع الاول علي وياخذنا الى فاطمه لماذا ياخذنا الى فاطمه هكذا نقرا في زيارتها وزعمنا انني اقرا عليكم من مفاتيح الجنان وزعمنا ان لك اولياء يا زهراء ومصدقون وصابرون لكل ما اتانا به ابوك صلى الله عليه واله واتى به وصيه فانا نسالك ان كنا صدقناك كل هذا الذي مر علينا يحتاج الى تصديق فاطمه فانا نسالك ان كنا صدقناك الا الحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولايتك هؤلاء الذين لا يخسرون وغير هؤلاء هم الخاسرون والعصر ان الانسان لفي خسر الخاسرون هم الذين لا تصدق على دينهم فاطمه هؤلاء هم الخاسرون الذين لا تصدق على دينهم فاطمه لانهم انجاس انجاس الذين لا تصدق على دينهم فاطمه انجاس الزياره هكذا تقول فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بانا قد طهرنا بولايتك الطهاره هنا عند فاطمه والعصر يعني وعلي هذا في الافق الاول وعلي والعصر انها سلكت العصر التي هي عنوان لعلي بحسب احاديثهم انا ما جئتكم بشيء من عندي هذه كتبهم، هذه كتبنا الاصليه، هذه زياراتنا، هذه ادعيتنا، هذه رواياتنا. انا لا اضحك عليكم مثلما يضحك عليكم السيستاني، مرة ينصب لكم اسحاق الفياض الاعلى، واخرى ينصب لكم الايرواني الاعلى. والجميع السيستاني وهؤلاء بتريون. لا يفقهون شيئا من قران محمد وال محمد، لو كانوا يفقهون شيئا لبان لو كان لبان لظهر على المنابر، لظهر في الفضائيات، لظهر في الكتب، لظهر على الالسنه، لظهر في الدروس، ما هذا الايرواني مثل ما قالوا في تقرير الحدث من انه يدرِّس التلاميذ الذين هم بدرجه الدكتوراه قلت لكم هذه القضيه بحاجه الى زيج عراقي مرتب والعصر ان الانسان لفي خسر هؤلاء الذين لا تصدق عليهم فاطمه الناجون منهم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومر علينا الكلام قبل قليل وتواصوا بالحق تواصوا بالولايه وتواصوا بالصبر بعضهم يوصي البعض الاخر وهذا الجيل يوصي الاجيال القادمه حينما اقول لكم ان لم تنصفوا انفسكم انصفوا الاجيال القادمه لاننا مسؤولون عن هذه الاجيال هذا الكلام ليس سياسيا وليس اجتماعيا هذا منطق القران نحن مسؤولون عن الاجيال القادمه فلربما يصل هذا الدين الى اناس في افريقيا او الى اناس في امريكا اللاتينيه نحن مسؤولون عن تلك الاجيال وعن اجيالنا في مجتمعنا وفي امتنا نظفوا عقولكم حتى تستطيعوا ان تنقلوا ثقافه نظيفه الى الاجيال القادمه اذا كنتم لا تريدون ان ترحموا انفسكم فارحموا الاجيال القادمه لانكم مسؤولون عن هذا هذه الثقافه التي عندي هذه وصلتني عبر كليني وصلتني عبر علي بن ابراهيم وصلتني عبر سعد الاشعري وصلتني عبر محمد بن سنان عبر المفضل بن عمر عبر جابر بن يزيد الجعفي عبر سلمان الفارسي عبر رشيد الهجري عبر ميثم التمار هذه الثقافه وصلتني من خلال تلك الاجيال وانا اوصلها اليكم وانتم مسؤولون عن ايصالها الى الاخرين بقدر ما تستطيعون هذه امانه هذه امانه بيعه الغدير حينما اقول لكم نظفوا عقولكم من قذاراتي مراجعي حوزه النجف وكربلاء انا لا اتحدث بحديث السياسه ولا اتحدث بحديث الاحقاد الشخصيه كثرة مشاغلي لا تعطيني مجالا كي اكون حقودا، لا انني في غايه الطهاره والنظافه والعفه، لكنني مشغول ليل نهار، صباح مساء. فما عندي من وقت كي اصرفه في حقدي على الاخرين. احدثكم بحديث العتره احدثكم بحديث قائم ال محمد، هذا هو دين قائم ال محمد. الدين الذي يعلمكم اياه هؤلاء المراجع في حوزة النجف وكربلاء ما هو بدين القائم، دين القائم هذا. حديث القائم هذا. هذه حجج عليكم. انا لست مسؤولا عنكم، انا مسؤول عن اداء رسالتي وها انني اؤديها وبعد ذلك اقول لكم في امان الله لا شان لي بكم لا اريد منكم شيئا ارحموا انفسكم انتم من خلال الحلقات المتقدمه لاحظتم مدى تفاهه الواقع الشيعي ولاحظتم مدى دجل السيستاني ودجل مراجع النجف ولاحظتم كيف يضحكون عليكم ارحموا أنفسكم وارحموا الأجيال القادمة قد لا تجدون أحدا يحدثكم بهذه الصراحة ربما أخرج من الاستوديو وأموت وربما تغلق هذه القناة لأي سبب من الأسباب فلا يكون هناك تواصل فيما بيني وبينكم أنا أحاول اغتنام الوقت وأنتم حاولوا كذلك، اغتنموا الوقت، تابعوا هذه البرامج، عودوا إلى البرامج السابقة. نظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، من جميعهم من دون استثناء، لا تستثنوا أحدا. الجميع على نفس الدين البتري. غاية الأمر، هناك من هو بتريٌّ بدرجة تريليون بالمئة كالسيستاني المرجع وهناك من هو بدرجة ثمانين بالمئة وهناك من هو بدرجة خمسين بالمئة ولا أعتقد ولا أعتقد أنه يوجد خمسون بالمئة وإنما الكلام جاء على سبيل المثال أعتقد أن أفضل من فيهم يكون بتريا بدرجة ثمانين إلى تسعين بالمئة وإلا فهم جميعا بتريون بدرجة كاملة بدرجة مئة بالمئة على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفتاوى والأحكام الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب ماذا ساصنع لهذا الوقت على اي حال الافق الثاني اتركه لحلقه يوم غد كنت ناويا ان اجعل حديثي عن الايروان في حلقتين انا قلت لكم اخذ قاط خفيف ولا زلت على هذه النيه هو هذا قاط خفيف القاط الثقيل يكون الحكي غير شكل اندخله بالسونار الى الان انا ما دخلته بالسونار انا جاي اتمازح وياه خارج السونار هذا شقة كما نقول في التعابير الشعبية العراقية هذا شقة يعني مزاح جاي اتمازح وياه اتمازح مع مرجعنا الجديد الاعلى اتمازح ويا ابو صادق لم يكتمل حديثي في تفسير سوره العصر، سياتي الكلام تباعا ان شاء الله تعالى في حلقه يوم غد، لكنني اتمنى عليكم ان تقارنوا بين هذا الجزء اليسير الذي حدثتكم به من تفسير علي وال علي، صدقوني اذا كنت عازما على تفسيرها على تفسير هذه السوره بحسب منهج علي في التفسير ساحتاج الى الكثير من الحلقات وستستمعون الى الكثير من الاسرار عبر رواياتهم وعبر زياراتهم وعبر ادعيتهم هذا هو منهج تفسيرهم وتف على تفسير الفخر الرازي وتفسير هؤلاء الاغبياء في حوزه النجف وكربلاء اسالكم الدعاء جميعا نلتقي غدا ان شاء الله تعالى في امان الله